مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حصادنا الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. البيان الختامي للقادة العرب في موريتانيا يؤكد رفضه التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للدول العربية. اشتباكات عنيفة في بنغازي وشورى الثوار يتمكنوا من تدمير دبابة لقوات ما يعرف بعملية الكرامة بالمحور الغربي. عدد من بلديات الساحل الغربي تتفق على إعادة فتح المعبر الحدودي مع تونس. كانت تلك أبرز العناوين مشاهدينا الكرام، وإلى تفاصيلها، حيث أصدر القادة العرب البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط. دعوا فيه الأطراف في ليبيا إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد والتصدي للجماعات الإرهابية، بما يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها في أقرب وقت. وأكد القادة العرب في البيان الختامي للقمة التزامهم بانتهاج أنجع السبل العملية من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، بتطوير الآليات مكافحة الإرهاب أيا كانت صوره. أصدرت القمة العربية 27 المنعقدة البارحة في العاصمة الموريتانية نواكشوط بيانها الختامي، والذي تضمن 16 نقطة، أبرزها ما جاء حول دعم مبادرة السلام الفرنسية وإلزام إسرائيل بمعاهدة منع الانتشار النووي ورفض التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلدان العربية. التفاصيل نجدها في هذا التقرير. 16 نقطة هي خلاصة أعمال قمة الأمل بنواكشوط. القمة العربية 27 التي اعتذرت المغرب عن احتضانها لعدم توفر الظروف الملائمة لذلك واحتضنتها موريتانيا، أعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك. وفي هذا السياق رحب العرب بالمبادرة الفرنسية القاضية بإيقاف الحركة الاستيطانية والسماح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود سنة 67 وفق إطار زمني محدد، وإلى ضرورة إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. البيان أكد كذلك على انتهاج أنجع السبل من أجل التصدي لكل التهديدات ضد الأمن القومي العربي وبتطوير آليات مكافحة الإرهاب، كما شدد على سد ذرائع التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلدان العربية. في هذا السياق دعا البيان ليبيا إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة والتصدي للإرهاب، ودعا كذلك اليمن إلى التمسك بمسار الكويت وإلى تغليب منطق الحوار بما يعيد لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، إشارة تكررت فيما يخص سوريا والعراق والصومال والسودان. إعلان نواكشوط تحدث كذلك عن رغبة القادة العرب في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة المرأة والنهوض بالشباب، وعن حرصهم على إرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، وعلى تصميمهم على صيانة الوحدة الثقافية العربية وتشبثهم باللغة العربية الفصحى رمزا للهوية العربية. هذا بالإضافة إلى التأكيد على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياته وتوسيع مضامينه. البيان أشار كذلك إلى دعم القادة العرب إلى جهود الإغاثة الإنسانية العربية والدولية الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات. بيان نواكشوط جاء خاليا من أي إشارة إلى المبادرة المصرية العام الماضي القاضية بتشكيل قوة عربية مشتركة، كما جاءت أغلب نقاطه في شكل دعوات وتوصيات، وهو ما يطرح السؤال حول إمكانية تجسيدها على أرض الواقع. استدعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج السفير الفرنسي أنطوان سيفان إلى ليبيا الاثنين على هامش القمة العربية بنواكشوط، ليبلغه احتجاج ليبيا الرسمي على الوجود الفرنسي في المنطقة الشرقية الذي تعتبره حكومة الوفاق تجاوزا للأعراف الدولية وتدخلا مرفوضا تماما لدولة ذات سيادة تبني علاقاتها مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وطلب السراج بتقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث.
جامعة الدول العربية في بيانها الأخير بنواكشوط العاصمة الموريتانية أكدت بأن الجسم الشرعي الوحيد المعترف به في ليبيا هو المجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه. نتابع. لم يدر في خلد أحد من أعضاء البرلمان من كتلة السيادة والمعطلين للاتفاق السياسي أن تكون كلمة الجامعة العربية وحليفهم الإقليمي في جمهورية مصر العربية هي الفصل بينهم وبين الشرعية التي لا يمكن لهم أن يتسوروا بها إلا بعد إدخال تعديلاتهم على الإعلان الدستوري وتضمينهم لاتفاق الصخيرات السياسي. اجتماع جامعة الدول العربية بيانها الختامي من نواكشوط العاصمة الموريتانية رحب بمباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعماله من طرابلس، مجدداً دعوته للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم كاملاً لحكومة الوفاق ومساعدتها لتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية وعدم التواصل مع أجسام أخرى موازية لها. الحليف المصري وفي سابقة جديدة يكتفي بأن يكون رئيس مجلس النواب المصري في استقبال عقيلة صالح بدلاً عنه، في رسالة أخرى مفادها لمجلس النواب أن الأجسام السياسية المعترف بها كممثل لليبيا هي المنبثقة عن اتفاق الصخيرات فقط لا غير، فتكون صفعة لمجلس النواب الذي ولى وجهه شطر مصر مستجياً مساندتها في أزمته ودعمها الكتلة المعطلة للاتفاق السياسي. وسط استمرار فشل مجلس النواب في الاجتماع ولأشهر متواصلة يأتي بيان الكتلة المتشددة والمسيطرة على البرلمان يدعو أعضاءه المقاطعين للاجتماع مع تعهدها لهم بتأمينهم من أي اعتداء كالذي اعتادوه، وفي الوقت الذي يمد فيه كل المصلحين أيديهم للدفع بعجلة الاقتصاد ورفع العناء عن كاهل المواطن الليبي بفتح خزائن ليبيا النفطية وإنعاش الدينار الليبي، يصرح الحاكم العسكري بالبرلمان عبد الرزاق الناظوري متوعداً أي بارجة نفطية بالقصف حال دخولها الموانئ النفطية لقطع ما تبقى من أرزاق الليبيين. نظمت مجموعة من الجالية الليبية في العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، وذلك رفضا للتدخل الفرنسي في ليبيا واحتجاجا على انتهاك سيادة البلاد. ورفع المحتجون شعارات تندد بالقصف الفرنسي على بنغازي ومناطق الشرق الليبي، مطالبين فرنسا بعدم تقديم الدعم لحفتر وقصف الليبيين لإنجاح مشروعه في البلاد. قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر إن مستقبل ليبيا في خطر، مضيفا عبر تغريدة له على تويتر أن هناك أطرافا تحرض الليبيين على قتال بعضهم البعض بدلا من الوحدة لمقاتلة عدوهم المشترك المتمثل في الإرهاب الأجنبي بحسب التغريدة. أكد مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي في تصريح لليبيا بانوراما اليوم الثلاثاء تقدم قواتهم خلال الاشتباكات العنيفة مع قوات ما يعرف بعملية الكرامة في ثلاثة محاور بمدينة بنغازي، مشيرا إلى تمكن قوات المجلس من تدمير دبابة ومدرعة تابعة لقوات حفتر في المحور الغربي بالمدينة. وصلت إلى مدينة هراوة قافلة مساعدات غذائية وطبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي طرابلس ومصراتة ومنظمة الصحة العالمية، حيث قامت جمعية الهلال الأحمر الليبي بتوزيع المعدات والمستلزمات الطبية على المركز الصحي هراوة والسلات الغذائية على العائلات النازحة من مدينة سرت وضواحيها إلى مدينة هراوة. وصلت اليوم مساعدات إغاثية طبعا تتكون من أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الإمداد الطبي طرابلس وكذلك فرع الوسطى مصراتة ومن منظمة الصحة العالمية، كذلك وصلنا 100 سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الليبي، ونشكر جميع القائمين والذين قاموا على الإشراف والإعداد لوصول هذه القافلة من الأخوة في لجنة
الأزمة، وسيتم توزيع المعونات الغذائية على العائلات المحتاجة الموجودة إلينا. طبعا عندنا كشف بجميع العائلات المحتاجة والعائلات النازحة اللي موجودة في هراوة، هنا سيتم توزيع هذه السلات الغذائية عليهم. قامت مجموعة من الشباب بمدينة هراوة بحملة تطوعية لإزالة شعارات ورسومات ما يعرف بتنظيم الدولة عن أسوار وجدران المؤسسات والمرافق الخدمية العامة بالمدينة بدعم من لجنة إدارة الأزمة بمدينة هراوة. هذه حملة تطوعية إن شاء الله لإزالة آثار بما يسمى تنظيم الدولة الإرهابي في منطقة هراوة إن شاء الله، والحملة طبعا تطوعية من شباب المنطقة برعاية لجنة الأزمة بلدية هراوة، ونتأمل من الله إن شاء الله يعودوا السكان اللي نازحين في غرب البلاد وشرقها إن شاء الله والجنوب، ويتكاثفوا في سبيل إنجاح البلدية وبناء منطقتهم إن شاء الله. والله هم طبعا ما يسمى التنظيم استولى على المنطقة واحتل احتلال كامل، وكان يشتغل على أساس أنه هو الحكومة الفعلية في المنطقة، ولذلك كل المؤسسات الحكومية سواء كانت تعليمية أو خدمية وكذلك المساجد والمنظمات الغير حكومية كلها كانت تحت سيطرة التنظيم. وبالعودة إلى أخبار مدينة بنغازي، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد عيسى عضو مجلس شورى ثوار بنغازي. سيد محمد أهلا ومرحبا بك في بانوراما. مرحبا بك أخي الكريم، مرحبا بالسادة المشاهدين. نعم، أطلعنا، هل لك يعني أن تطلعنا على مستجدات الأخيرة والأوضاع الميدانية في مدينة بنغازي؟ طبعا بالتزامن مع في اليومين الماضيين بالتزامن مع القصف الفرنسي والقصف الأجنبي على مناطق سيطرة مجلس الشورى، اليوم نفاجأ بالهجوم من جهة ثلاث محاور، هجوم مكثف سبقه هذا الصباح قذائف دبابات وقذائف صواريخ هاوتسر سقطت على منطقة الدواشة ومنطقة قنفودة ومنطقة الحظيرة الجمركية قنفودة وشارع الشجر، محور شارع الشجر. حاولوا الدخول لكن تصدى لهم أبناءنا لشاوس أبطال مدينة بنغازي، أبناء مدينة بنغازي المعروفين، مجلس شورى ثوار بنغازي. عدد القتلى الآن أخي الكريم 40 قتيل في انشياف حفتر، هذا تصريح أنا أخبره الأكيد موجود عندي من مصادر موثوقة. نعم سيد محمد عيسى، يعني بعد هذا الهجوم الذي ذكرت من ثلاثة محاور عليكم، يعني هل لديكم خسائر في صفوف الثوار، وهل فقدتم نعم أيا لدينا من لدينا هل فقدتم لدينا أيا لدينا من أماكنكم؟ لدينا شهيد ولدينا ستة جرحى. لدينا شهيد ولدينا ستة جرحى، أما في خصوص هم تجاوز 90 جريح اليوم وأكثر من 40 قتيل حتى هذه اللحظة. هل فقدتم أي موقع؟ هل فقدتم أي موقع من المواقع التي كنتم تسيطرون عليها؟ لم نخسر أي موقع حتى هذه اللحظة. المواقع بل الشباب تمركزوا واستبسلوا وسيطروا على مناطقهم وعلى تمركزاتهم إلى هذه اللحظة، وذلك فضل الله. اليوم خسائرهم كبيرة جدا جدا جدا. نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل محمد عيسى عضو مجلس شورى ثوار بنغازي على كل هذه التفاصيل. توصلت لجنة الاتفاق الشامل وعدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية إلى إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي دون شرط، وذلك خلال اجتماع عقد على خلفية حدوث مشكلة في الجانب الليبي ترتب عليها إغلاق المعبر. هذا واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي الاثنين على التواصل مع مسؤولي مدينة زوارة لتنفيذ الاتفاق وتأمين المعبر من كل بلديات الساحل الغربي، علاوة على بقاء كتيبة الشهيد جمال الغايب في المنفد والقيام بأعمالها المكلفة بها. كما نص محضر الاجتماع على تغيير كل مديري الإدارات بالمنفد بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص وإعادة جميع العاملين به بحسب ما جاء في البيان الختامي. وفي ذات السياق، رد المجلس البلدي وحكماء وشورى ومنظمات المجتمع المدني زوارة على البيان الصادر عن لجنة الاتفاق الشامل
معتبرة كل ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة لا يعتد به، مشيرة إلى أنه تدخل ليس من اختصاص المجتمعين وهو تخصص أصيل لمؤسسات الدولة. كما طالب بلدي زوارة في بيان له لجنة الاتفاق الشامل والموقعين على البيان الصادر في صبراتة بأن يسحبوا توقيعهم وإتباعه ببيان اعتذار لأهالي المدينة. وأضاف بلد المدينة أن منفذ راس جدير منفذ سيادي تابع للدولة الليبية، علاوة على أنه يقع داخل الحدود الإدارية لمدينة زوارة، ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه إلا بإذن من المجلس البلدي للمدينة بحسب ما جاء في نص البيان. وفي المقابل ألغى رئيس مركز الجمارك بمنفذ راس جدير العميد المنجي يخلف ألغى تكليف كتيبة الشهيد جمال الغايب بالإشراف على المنفذ الحدودي بعد اشتباكات شهدها المنفذ الأحد كانت الكتيبة طرفا فيها. وكان مركز الجمارك بالمنفذ أصدر قرارا بتكليف كتيبة الشهيد جمال الغايب لمنع خروج البضائع الواردة للسوق الليبية قبل أن يعود في هذا القرار. استنكرت جماعة الإخوان المسلمين الليبية في بيان لها ما جاء على لسان رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق خليفة الغويل من اتهامات وصفتها بالباطلة ويكذبها الواقع. واستغربت الجماعة من تأخر الغويل في الإدلاء بتلك التصريحات إلى هذا الوقت، واستهجنت كل هذا التحامل والنفسية المتشنجة والمتحاملة على الجماعة وخلط الأوراق بعلم وبغير علم، وخاصة خلطها بين الجماعة وحزب العدالة والبناء وبعض مؤسسات الدولة الرسمية. ورفضت الجماعة في بيانها كل الاتهامات التي وردت بحقها على لسان الغويل. التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الاثنين مع أعضاء الاتحاد نقابات عمال طرابلس الكبرى، وقد تطرق الاجتماع إلى دور النقابات العمالية وضرورة تفعيل العمل النقابي للنهوض بالدولة الليبية. كما طلب أعضاء النقابات السويحلي بضرورة المساعدة في الاستعجال بإصدار قانون تنظيم عمل النقابات في البلاد. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ارتفاع أعداد النازحين من مدينة سرت إلى 90,449 شخصا. وأضافت البعثة في تقريرها الشهري بشأن الوضع الإنساني في ليبيا أن هذا العدد يمثل أكثر من 3/4 سكان المدينة سرت، معظمهم لجأ إلى بني وليد وطرهونة والجفرة ومصراتة. حصادنا متواصل معكم مشاهدينا الكرام وفيه بعد الفاصل. انطلاق الدورة الكشفية بالجنوب في بلدية البوانيس. المجلس البلدي ترهونة يؤكد على اتخاذ إجراءات لحل مشكلة نقص المياه بالبلدية.
مدينة سرت في أقرب وقت ممكن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استعرض اتحاد نقابات عمال قطاع النفط والغاز الاثنين في اجتماعه الأول في طرابلس نشاطات النقابات والاتحادات الفرعية للشركات خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الشروع في استكمال انتخابات النقابات الأخرى للشركات النفطية. نجمعوا في النقابات اللي أنشئت حديثا. طبعا الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز عنده برنامج عمل لإقامة نقابات واتحادات فرعية على مستوى القاعدة بحيث تكون منتخبة بشكل شفاف وديمقراطي. فهذه باكورة العمل اللي ندار لي خلال تقريبا 3 شهور أو 4 شهور. استطعنا أن احنا ننتخب تقريبا 7 نقابات حاليا، وطبعا ماشيين في البرنامج أن احنا ننتخب بقية الشركات. والفترة الجاية حيكون في حتى عمل متواصل، حتى مش مع الشركات اللي تم انتخابها، حتى مع جهات أخرى، لأن توا الظرف استثنائي مش ظرف طبيعي. ما يحصل في الحقول وفي الموانئ النفطية من إرباك للعمل ومن تجاذبات، ممكن هذه نتيجة التجاذبات السياسية، نتيجة غياب مرافق الدولة بشكل عام. لكن نحن حنحاول بقدر الإمكان بمساعدة طبعا لجان الإدارات في الشركات النفطية. نظمت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ومجلس مصراتة البلدي عددا من المحاضرات التثقيفية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام ضمن برنامج توعية الحجيج. المحاضرات التي تحتضنها جامعة مصراتة تستمر حتى مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، ويشمل البرنامج الذي يستهدف حجاج المنطقة الوسطى محاضرات توعوية دينية وبرامج صحية متنوعة. اليوم بدأنا في برنامج التوعية لحجاج هذه السنة، إن شاء الله حتستمر هذه البرامج حتى مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة. طبعا ستكون كانت البداية بالمحاضرات التوعية الدينية، وعند انتهاء المحاضرات الدينية إن شاء الله حتبدأ المحاضرات خاصة بالأمور الصحية، اللي هي حتكون أول محاضرة خاصة بأمراض السكر، والمحاضرة الثانية خاصة بأمراض الكلى، والمحاضرة الثالثة هي عامة إرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام. عقد قطاع حرس السواحل بميناء الصيد البحري مصراتة اجتماعا بممثل الهيئة الطبية الدولية وبعض مديري الإدارات بالهيئة، إلى جانب آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل وأمن الموانئ، لبحث كيفية تقديم الدعم للقطاع. وخلص الاجتماع إلى إنشاء مقر طبي لتقديم خدماته للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم من قبل حرس السواحل. وجه المجلس البلدي صبراتة في اجتماع طارئ له بشأن ملف الهجرة مع الأجهزة الأمنية بالمدينة نداء عاجلا للمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية. ودعا المجتمعون الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في وقف أفواج المهاجرين من دول المصدر والمساعدة في حماية الحدود الجنوبية للبلاد.
ذكر المكتب الإعلامي للمجلس البلدي صبراتة أن فريقا من المتطوعين بالمدينة تمكن من انتشال 53 جثة تعود إلى مهاجرين قضوا غرقا أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا، مضيفا أن الفريق الذي شكله المجلس البلدي في المدينة نقل الجثة إلى وحدة الطب الشرعي حيث أخذت عينات منها قبل أن يتم ترقيمها ودفنها. ذكر أن إجمالي الجثث التي تم انتشالها ودفنها بلغت نحو 87 جثة. بدأت ببلدية البوانيس سمن أعمال ونشاطات المخيم الكشفي لكشافة الجنوب لهذا العام. المخيم عبارة عن دراسة تمهيدية في القسم العلمي لنيل الإشارة الخشبية الكشفية، ويشارك فيه قرابة 100 من قادة الفرق الكشفية على مستوى المنطقة الجنوبية، ويستمر لمدة 6 أيام. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي ترفع من مستوى القادة لأداء دورهم داخل الفرق الكشفية وداخل مفوضياتهم. عدد المشاركين في هذه الدراسة ما يقارب 90 إلى 100 مشارك بين مدربين ودارسين من جميع مفوضيات المنطقة الجنوبية اللي هي منغات إلى الجفرة. تشمل عدة برامج فيها، واليوم إن شاء الله في هذا اليوم اليومنا الثالث. مدة الدراسة 6 أيام ابتداء من يوم السبت الماضي إلى يوم الخميس إن شاء الله. واليوم نلتقي في منطقة البوانيس تحديدا في منطقة سمنو لإقامة هذا المخيم. المخيم الحقيقة فيه نشاط وفيه حيوية وفيه تجانس وفيه العديد، تلقى العديد الدارسين من الدروس المفيدة اللي فعلا بتأهلهم في المستقبل لقيادة فرقهم بكفاءة وبجدارة. تسبب فيضان مياه الصرف الصحي في مدينة سبها في قفل بعض الشوارع وإعاقة حركة المرور ودخول المياه إلى مساكن المواطنين دون وجود حل جذري لهذه المشكلة. نتابع هذا التقرير من سبها. غمرت مياه الصرف الصحي شوارع مدينة سبها وتسببت في إغلاق بعض الطرق وإعاقة حركة مرور المشاة والسيارات، ووصل فيضان هذه المياه الملوثة إلى منازل المواطنين وانتشار الحشرات. وطالب المواطنون كثيرا بحل جذري من سلطات المياه داخل المدينة وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية والمؤقتة. أمس جانا كلمناهم كلام، أنا قلت بتاع التسليك وجيت قلت لهم تشوفوا فيها أنتم الوحدة هذه، قال لي ما نقدرش. وبعدين لين أنا قلت له تعال نعطيك فلوس للعامل هذا، وكلم أنا مانيش خايف حتى من واحد، هذا البلاد كيف ماشية. قلت له تعال نعطيك الفلوس، وجاء وحاول ان يلقى تسكير قوي، قال لي تو نجيب الشفاطه في الصبح، وان جات الشفاطه وهو ما جاش. وهذه خير دليل تشعر فيها الكلام هذا. هو المسؤولين وين؟ المسؤولين هذين مطايقين ناس تستبد في الشعب، تستبد في المواطن. المواطنين سكان منطقه سكره التي تعاني من انسداد في وسط شارع الجمله من المجاري، وهي من مده طويله تعاني، واتجهنا الى جميع الجهات ونامل منهم خيرا ان شاء الله والاستعجال بتنفيذ هذا الخط. مصدر في شركة المياه والصرف الصحي ببلدية سبها أكد لنا أن عدم تلبية احتياجات المواطنين في معالجة فيضانات الصرف الصحي سببه تآكل المواسير وتعطل مضخات الرفع الرئيسية. وحاليا طبعا احنا نمر بعدة مختنقات يوميا. طبعا احنا حاليا في مدينة سبها توجد عدة مختنقات، طبعا في مختنقات اللي هي يتم علاجها في نفس اليوم وتنحل المشكلة مؤقتا، وفي اللي طبعا يعني تبدا مشاكلها مشاكل كبيره، كيف يبدا في خط انهيار، عمليه الخط الانهيار تو كيف ما حاليا حاصل في منطقه سكره شارع 27 اللي هو شارع جمله. في طبعا الخط انهار الاسبوع الماضي، واحنا حاليا ساعين لحل هذا المختنق باستبدال الخط. تتجمع هنا مياه الصرف الصحي مكونة مستنقعات تستمر لعدة أسابيع، وتقوم الشركة رغم نقص الإمكانيات بمحاولة سحب هذه المياه يوميا. فيضان مياه الصرف الصحي في شوارع مدينة سبها وما ينتج عنها من انبعاث الروائح والتلوث البيئي يعكس مدى تهالك البنية التحتية وما تحتاجه أيضا من إمكانيات كبيرة لإصلاحها. محمد البكوش لقناة ليبيا بانوراما، مدينة سبها. We'll be right back.
بحث عميد وأعضاء المجلس البلدي طرهونة في اجتماع عقد الأحد مع مدير شركة المياه والصرف الصحي، بحثوا سبل وضع حلول لمشكلة نقص المياه بالبلدية. وأكد عميد البلدية عياد البي في تصريح لليبيا بانوراما وضع خطط وإجراءات فنية لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال توفير مضخات للآبار المتوقفة وصيانة المعطلة منها، مشيرا إلى سعي المجلس إلى ربط شبكات نقل المياه بمنظومة النهر الصناعي لرفع المعاناة عن المواطنين. من جهة أخرى، قام عميد بلدية طرهونة وأعضاؤها ورئيس جامعة الزيتون بزيارة تفقدية لعدد من المواقع التي خصصت للجامعة بالمدينة. وصرح عميد البلدية عياد البي بأن التعاون بين البلدية ومجلس الجامعة في استحداث كليات وأقسام جديدة يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بالجامعة. من جهة أخرى، ذكر رئيس الجامعة أحمد حدود أن إدارة الجامعة وضعت العديد من البرامج والخطط لتنفيذها خلال العام الجامعي القادم. ومن مدينة طرهونة ينضم إلينا محمد سعيد الناطق باسم المجلس البلدي طرهونة. سيد محمد، نرحب بك في بانوراما. ألو، السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا عن أوضاع المدينة من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين، هل تعانون من مشاكل؟ أخي الكريم، بلدية طرهونة تشهد نزوح أعداد كبيرة، وصول أعداد كبيرة من مدن سرت والمناطق المجاورة لها. دخلت إلى بلدية طرهونة قرابة 3400 أسرة من بلدية سرت والمناطق المجاورة لها. هذه أكبر الأزمات التي نعاني منها زيادة أعداد السكان داخل البلدية. زاد هذا على كاحل بلدية طرهونة. بلدية طرهونة لم تصرف لها أي ميزانيات خلال السنة الماضية. زيادة عدد السكان زاد على كاحل هذه البلدية. بالنسبة لي الموضوع مستشفى طرهونة، مستشفى طرهونة يعاني منذ أكثر من سنتين أو منذ أكثر من سنتين لم تصرف له أي ميزانية. هذا المستشفى للأسف الكوادر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية غادرت هذا المستشفى بسبب أسعار صرف الدولار وتحويل العملات. هذه أبرز المشاكل بالإضافة إلى مشكلة المياه. مشكلة المياه، عميد بلدية طرهونة شكل لجنة حسب قرار 21 لسنة 2016 لحل المستعجل لهذه الأزمة. أزمة بلدية طرهونة تعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من 3 عقود ماضية. هذه البلدية رغم أن خطوط المياه الرئيسية لخطوط النهر الصناعي العظيم الصناعي موجودة داخل البلدية. نعم. للأسف الشديد وجهنا خطابات للجهات المسؤولة لكن لم نلقى تجاوب من بعض الجهات. نحاول الآن إيصال المياه لكل الأحياء داخل بلدية طرهونة، ونحن نعمل الآن على إيصال المياه. اللجنة بدأت مباشرة أعمالها بعد اجتماعها مع عميد بلدية طرهونة. نعم. وبإذن الله تم إيصال المياه لبعض الأحياء إلى داخل البلدية، والجزء الآخر إلى حد الآن لم تصل المياه له. نعم سيد محمد، يعني نستغل وجودك معنا لتحدثنا، هل لديكم مناشط داخل المجلس البلدي في هذه المرحلة؟ نعم، تم انتهاء من اعمال تعشيب الملعب البلدي طرهونة. الملعب الرئيسي لبلدية طرهونة الان اصبح شبه جاهز لاحتضان مباريات كرة القدم. ايضا تم خلال الاشهر الماضية تفعيل عدة مشروعات طرق تم ابرام عقودها قبل ثورة 17 من فبراير. هذه العقود معطلة منذ سنوات ماضية، تم تفعيلها الآن وإجبار كل المقاولين على تنفيذ هذه المشاريع. أيضا ما هي أبرز المشاريع؟ ما هي أبرز هذه المشاريع في هذه العقود؟ مشروع طريق جالوت في ضواحي بلدية طرهونة، أيضا طريق أخرى في منطقة 110 في بلدية طرهونة. ومازلنا نقوم بتفعيل كل المشاريع المتوقفة. نعم. أبرز المشاريع مشروع الطريق الدائري طرهونة، هذا الطريق الذي يربط مدخل بلدية طرهونة زي ما نقول منطقة الزراعة 5 كيلو إلى منطقة الخرمة. طريق مزدوج سريع،
يسهل تنقل المواطنين القادمين من مدينة طرابلس اتجاه بلدية مسلحة. نعم. بدل ما المواطن الكريم يدخل إلى وسط البلدية ويسبب في ازدحام مروري يستخدم الطريق السريع. نعم نعتذر منك سيد محمد سعيد نظرا لضيق الوقت، ونشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. الناطق باسم المجلس البلدي طرهونة، شكرا جزيلا لك. نظمت إدارة الموارد البشرية بالمجلس البلدي الجرابولي سلسلة دورات تدريبية مكثفة للمرشحين كمدربين لفئة الأخصائيين الاجتماعيين بالبلدية، حيث بدأت صباح الثلاثاء الدورة التدريبية الأولى بعنوان مهارات التعامل مع شبكة المعلومات بواقع 3 ساعات تدريبية يوميا ولمدة 3 أيام متواصلة. بحث فرع هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الوسطى مع المجلس البلدي مصراتة سبل التمويل المحلي لمشروع شركة كورنثيا الاستثماري السياحي الخدمي البالغ قيمته الاستثمارية نحو 700 مليون يورو وفق قانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010. هدف المشروع إقامة مدينة على الشاطئ بمراكز تجارية تحيط بها، فلل سياحية بإطلالة على البحر ومراكز إدارية، ويتوسطها فندق مصراتة ومصراتة مارينا بوحداته السكنية المطلة على البحر، إضافة للمقاهي والمركز الرياضي والصحي. أقامت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة تاجوراء مخيما متنوعا يشمل عدة نشاطات استقطبت من خلاله عددا من الناشئين للاستفادة من أوقات الفراغ أثناء العطلة الصيفية. مراسلنا كان هناك ووفانا بهذا التقرير. مؤسسات وجمعيات تنشط في مجال المجتمع المدني تسعى بدورها إلى الرقي بجيل واعد، هذه هي الأهداف التي أقيمت من أجلها فعاليات مخيم لون صيفك في منطقة تاجوراء من خلال إضفاء البهجة والسرور على هؤلاء الأطفال. هذا أول مخيم هو على مستوى شرق طرابلس، يعني تاجوراء، وتشرف عليه جمعية الرواد للتعليم والتوعية بالتنسيق مع بقية الجمعيات. يستهدف هذا المخيم حوالي 50 طالب من مرحلة الإعدادية، المتميزين في المرحلة العادية الأوائل يعني على مستوى المدارس، وبعض اللي فازوا في المسابقات الثقافية والنشاط. المخيم هذا الهدف منه إنه إحنا من نبي نوسع آفاق للطلبة، بدأت الفئة هذه متاع الأعدادي من أول أعدادي إلى ثالث أعدادي، منزيدوهم مفاهيم ومنزيدوهم خبرات وإمكانيات. طبعا كلموني هم أنا باش نعطيهم يعني نظرة على السباحة الصحيحة يعني على مستوى دولي ومستوى عالمي. نشاطات فكرية ورياضية وأخرى متنوعة لتكون خير بديل للقضاء على أوقات الفراغ، وتكون حافزاً للتعاون والعمل الجماعي المثمر الذي يساهم مساهمة فعالة في بناء بنية فكرية وجسدية صحيحة خالية من العيوب. مخيم لون صيفك فيه أشياء يعني نشاطات تربوية ترفيهية بالأخص ترفيهية، قررنا أن نعمل بعض الأعمال يعني الكشفية مثل معني التسلق، مثل الأشياء يعني تعين على القوة والجهد، كذلك بعض الأمور في البحر. مبادرة للسير نحو الأفضل قد تخلق مثيلاتها في كل أنحاء ليبيا للترويح عن فئة عمرية هي في أمس الحاجة إلى من يدير دفة سفينتها ويصل بها إلى بر الأمان. زياد الحجاجي لقناة ليبيا بانوراما تاجوراء. أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء الاختبارات التشغيلية للمنظومات المساعدة في مشروع محطة الخمس الاستعجالي، مشيرة إلى أن الاختبارات الرئيسية للتوربينة قد انتهت، إضافة إلى أعمال الشحن العكسي لكوابل الضغط العالي من محطة التحويل إلى المحول، ومن المتوقع دخول أول وحدة على الشبكة العامة أغسطس المقبل. وصلت الطائرة العاملة بالكامل بالطاقة الشمسية سولار إمبولس إلى
العاصمة الإماراتية أبو ظبي صباح اليوم الثلاثاء في ختام رحلتها الناجحة وغير المسبوقة حول العالم دون استهلاك أي قطرة وقود من أي نوع. تفاصيل رحلة سولار تضمنها التقرير التالي. أنهت الطائرة سولار أمبلس 2 التي تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية بنجاح رحلة حول العالم شكلت تحديا تكنولوجيا وبشريا في آن واحد بعد أن وصلت إلى محطتها الأخيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء. وهبطت الطائرة التي قادها السويسري بيرترام بيكر من دون أي مشاكل عند الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش في مطار البطين قرب العاصمة الإماراتية، المكان الذي بدأت منه رحلتها في 9 مارس 2015 في جولة قطعت خلالها أكثر من 42,000 كيلومترا عبر 4 قارات من دون الاستعانة بأي قطرة وقود. وكنا قد تتبعنا هذه الرحلة ووافيناكم بتفاصيلها في حصادنا الإخباري في فترة سابقة. وكانت الطائرة أقلعت من القاهرة الأحد قاطعة مسافة 2763 كيلومترا في أكثر من 48 ساعة خلال المرحلة 17 والأخيرة من جولتها حول العالم. الخطة الأصلية كانت تتمثل في عبور العالم في 5 أشهر، لكن الأمر استغرق 17 شهرا. وقال بيكر متوجها إلى جموع احتشدت في المطار استقبلته بالتصفيق الحار: المستقبل نظيف. وقد انضم إليه سريعا على مدرج المطار مواطنه أندريا بورشبيرغ، وصرح للصحفيين إنه لأمر شائق بالفعل أن نطير على متن طائرة لا تصدر ضجيجا أو تلوثا. وأضاف الطيار الذي لم يظهر عليه التعب بتاتا: قد يبدو لنا ذلك ضربا من ضروب الخيال العلمي، لكنه في الواقع حقيقة اليوم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حصادنا الإخباري، ولم يبقى إلا أن نذكركم بأبرز ما جاء فيه. البيان الختامي للقادة العرب في موريتانيا يؤكد رفضه للتدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلدان العربية. اشتباكات عنيفة في بنغازي وشورى الثوار يتمكن من تدبير دبابة بالمحور الغربي. عدد من بلديات الساحل الغربي تتفق على إعادة فتح المعبر الحدودي مع تونس. نهاية الحصاد، إلى اللقاء.